استقبل وزير الداخلية محمود توفيق وزير الداخلية بجمهورية السودان عنان حامد والوفد المرافق له خلال زيارته لمصر، وخلال اللقاء استعرض الجانبان اوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين واساليب تعزيزها، بالاضافة لاهم المستجدات في القضايا الامنية محل الاهتمام المشترك. استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية. السيد فريق اول شرطه عنان حامد محمد وزير الداخليه بجمهوريه السودان والوفد المرافق لسيادته خلال زيارته لمصر وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء اوجه التعاون بين وزارتي الداخليه في البلدين واساليب تعزيزها بالاضافه لاخر المستجدات في القضايا الامنيه ذات الاهتمام المشترك حيث اعرب وزير داخليه السودان عن تقديره لجهود اجهزه وزاره الداخليه المصريه في المرحله الراهنه، كما اكد ان زيارته تاتي في اطار العلاقات الوثيقه والتشاور المستمر بين مسؤولي البلدين الشقيقين، مؤكدا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الاجهزه الامنيه المصريه المشهود لها بالكفاءه في شتى مجالات العمل الامني، فضلا عن تطلعه الى تعزيز قنوات الاتصال واليات تبادل المعلومات بين الجانبين. في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة بعدد من دول المنطقة ومن جانبه أعرب السيد محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة الوزير السوداني للقاهرة مؤكدا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن السودانية في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وترحيبه بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب السوداني انطلاقا من ايمان كامل باهميه دعم رساله الامن والاستقرار في المنطقه مشددا على حتميه تضافر الجهود لمحاصره وتقويض كافه الظواهر السلبيه الناجمه أن عن انتشار الارهاب والجرائم المنظمه بشتى اشكالها في ظل المعطيات والتطورات التي استجدت على الساحه الاقليميه خلال الفتره الماضيه